رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم ورحمة الله البنات، كي دايرين؟ ومرحبا بكم في فيديو جديد عواشركم بروكا. نتمنى أن هذا الشهر الكريم يدخل عليكم الصحة والعافية وبالرزق وبالتيسير وباش ما كتمناو. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم سلو أو السفوف، وكل واحد وكي كيسميه، اللي كيجي أكثر من رائع واللي كيجي لذيذ بزاف. فتابعوا معايا الفيديو وغادي نشوفوا المقادير. بالنسبة للمكونات والمقادير اللي غنحتاجهم في هذا السلو، فهنايا عندي كيلو ديال اللوز، عندي كذلك كيلو ديال الزنجلان، كيلو ديال الكاوكاو، وعندي هنايا سكر سنيده من بعده غادي نطحنو، 3 معالق كبار ديال حبه الحلاوه، 2 معالق كبار ديال زريعه الكتان، 3 معالق كبار ديال النافع، وعندي كذلك هنايا القرفه اللي غادي نستعمل نصف ملعقه صغيره، وعندي الكوزه وبعض الحبات ديال المسكه الحره. فهنايا اول حاجه قمت بها خديت الدقيق وبديت كنحمر فيه، فانا هنايا حمرته في هذا المقلاه، يمكن لكم تحمروا في الفران. فبالنسبه للدقيق فهنايا خديت 2.5 كيلو ديال الدقيق، يمكن لكم تزيدوا او لا تنقصوا كما كتشوفوا، فبدا كياخذ لنا اللون الذهبي. بالنسبه للوز فهنايا عندي كيلو ديال اللوز، النص غادي نحمره بالقشور ديالو والنص الاخر غادي نقليه. فهنايا من بعد ما طيبته شويه بالماء غادي نحيد له القشره وغادي نقليه في الزيت. وهنايا خديت واحد الكسرونه وحطيت فيها الزيت، فالزيت هنايا مازال بارده وغادي نكبو فيها اللوز. هانتوما البنات اللوز من بعد ما بدا كيتقلى فبدا كياخذ اللون ديال الذهبي، فكيجي بحال هكا. وبنفس الكسرونه غادي نحطو كذلك الكاوكاو باش غادي يتقلى لينا، ولازم ما تردوا ليها البال لان الكاوكاو دغيا كيتحمر. وهنايا خديت واحد المقله صغيره وحطيت فيها الزنجلان باش غادي يتحمر، وما ننساش الكاوكاو مره مره غادي نحركو حتى ياخذ لينا حتى هو كذلك اللون الذهبي، وغادي نحمر كذلك اللوز. اللوز ليه قيمه غذائيه كبيره، وغادي نحمر هنايا النافع، عندي هنايا 3 معالق ديال النافع، وغادي نحمر كذلك حبه الحلاوه اللي كتعطي واحد النكهه زوينه بزاف للسلو. فهنايا من بعد ما وجدت كل شيء بقى ليا غير نطحن الدقيق، كما كتشوفوا كيجي بحال هكا، بقى ليا غير نطحن هاد المكونات هادو. فهنايا خديت هاد الطحانه هادي وغادي نحط فيها اول حاجه الكاوكاو وغادي نطحنو. فانا هاد الطحانه كتعجبني لانها كتخرج الكاوكاو مهرمش واللوز، بغيتهمش يطحنوا مزيان، بغيتهم يجوا مهرمشين. هنايا من بعد ما طحنت الكاوكاو كيجي بحال هكا، غادي نضيفو على الدقيق نفس الشيء. غادي ناخذ اللوز، هنايا اللوز بالقشور ديالو، وغادي نطحنو. نزيدو على الخليط ديال الكاوكاو والدقيق وغادي نكمل معاهم بنفس العمليه، تنطحن اللوز المقلي والحبه الحلاوه والنافع والزنجلان
انا خديت اللوز المقلي هنا طحنت الزنجلان وغادي نضيفو على المكونات الاخرى وغادي نبدا نطحن في النافع وحبه الحلاوه. فهنايا عندي حبه الحلاوه وغادي نطحن السكر كذلك. فهنايا عندي السكر غادي نضيف معاهم المسكه الحره وغادي نطحنوهم مع بعض. وهنايا عندي الجوزه غادي نحكها شي شويه ما نكثرش بزاف. هنايا غادي نزيد على الخليط الزنجلان اللي طحنتو وغنزيد معاهم كذلك سكر كلاصي. السكر كيبقى على حسب الذوق، يمكن لكم تزيدوا اولا تنقصوا. وغادي نغرب لهنايا حبه الحلاوه والنافع وزريعه الكتان. وغنزيد معاهم الكوزه وهنايا عندي ملعقه من القرفه وغادي نبدا نجمع في المكونات ونخلطهم مزيان باش غادي تندمج لينا دوك العناصر كامله. فهنايا كان عندي شويه ديال الزنجلان حبه يعني ما مطحونش فزتو من الفوق. فبالنسبه للزيت فهنايا الزيت اللي كانت عندي في الكاسرونه اللي قليت بها اللوز والكاوكاو غادي نخلط بها هنايا المكونات. غادي نحاول انا نجمعها وغادي نبقى نضيف الزيت شويه بشويه حتى نحصلوا على القوام اللي بغيتو. انايا كنفضل ان السلو ما يكونش فيه بزاف ديال الزيت. هنايا من بعد ما جمعت السلو كيجي بحال هكا، وانا كيعجبني بحال هذا الشكل هذا، يعجبنيش يكون فيه الزيت بزاف. وغادي نتلاقاو باش غادي نشوفوا الشكل النهائي ديال السلو اللي حضرته معكم. فهذا هو الشكل النهائي ديال السلو او السفوف اللي حضرته معكم، فكيجي اكثر من رائع. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وكنضرب لكم موعد الى فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟
قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصار. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى